السلام خوتي العزاز، بارك الله عليكم. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد. نتمنوا تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. القضيه مقربله مع اخوتنا الافارقه، وكيف العاده هوكيستان كيستغلوا اي ظرف من ظرفيات واي فرصه كتجيهم كيبغيو يستغلوها ضد المملكه المغربيه الشريفه. كيفاش السي مشرو كتقول كل شيء بالدليل كيف العاده، وغتشوفوا كل شيء على عينكم وجدوا راسكم. غادي تكون حلقه طويله. المهم نبداو على بركه الله. الا كنتي جديد معنا مرحبا، اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا. اهم حاجه اخوتي العزيز ما تنساوش تكثروا لي لايك باش الفيديو كيتقصر حق يشوفوا ناس اخرين. ونبداو باول فيديو. قالك نعم سيدي السيبا، افارقه قلبوها صباطه. صدر الاخوان، غادي نحاول ندير شويه ديال الضبابه، راكم عارفين القوانين ديال اليوتيوب. هادشي ديال العنف مرفوض شويه، ممنوع. السلام. كارثة. دابا هاد الشي راه منوضينها غير بيناتهم. قضية صعيبة الصراحة، الله ما غاديش يتأدبطو مع هاد الأجواء. وهاد الفيديو هذا هو اللي دخل الزيت للتوانسة والجزائريين والمغاربة. J'ai juste quelque chose à dire à tous nos frères et sœurs là qui sont derrière les réseaux sociaux là, à scander là. Hein? C'est aujourd'hui qu'il fallait venir réclamer là votre droit, votre dû. Vous savez là, tout ce qui est Maghreb là, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, toute la clique là, hein? Ils sont dans nos sols. L'Afrique a toujours été que noire. S'ils ne veulent pas rester dans nos sols, ils n'ont qu'à retourner chez eux là-bas, chez leurs aïeux là-bas, en Arabie Saoudite. Voilà. Parce que là-bas, là, en Afrique, là, que ça leur plaise ou pas, là, c'est le sol de nos ancêtres. Voilà. Hein, ces gens-là nous méprisent. Voilà. Nous, ils ont la haine facile. Alors que nous, ils sont venus squatter chez nous. Quand ils sont en train de pleurer, là, que le juif, là, est venu, là, en Palestine, là, hein, qu'ils sont venus envahir les Palestiniens, là, ils ont la mémoire courte, là. Là, 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 راه هادي راه خوتي راه حمله ممنهجه. نكملوا الفيديو حتى التالي وغتفهموا مزيان الكلام ديالي. شوفوا عمو مطيت شنو قال في هذا الفيديو هذا. الناس ظروف الفقر والحروب وتكسير بلدانهم جاوا عندنا. عبد المجيد تبون ونظرته حول قضيه المهاجرين الافارقه. نعاودوا الفيديو مزيان باش نفهموا. هاد الناس ظروف الفقر والحروب وتكسير بلدانهم جاوا عندنا. Je vois pas en quoi ça peut nous. Il faut que ce soit un appult. كيعيق علينا بالفرنسي، ولكن بطبيعة الحال ما كيعطي حتى معنى، غير كيبغي يعيق وكيقلبها عربية دارجة. المخاطر اللي تعس البلاد في حدودنا، ما تخليش العاطفة تتغلب على الجانب الأمني. فوالا هادشي اللي درتو. راه دابا كيبغي يمثل هاد السيد هذا، راه جرع الأفارقة، دار لهم الترحيل كاملين، عرفتي غير كيسرد. وشوف كيفاش غيمثل وغيقلبها هنا، شوف شنو غادي يقول. حنا الاحصاء راه ماشي من طرف وزاره الداخليه، من طرف الشرطه والدرك، الاحصاء راه ماشي. نعطوهم بطاقات رسميه تاع التواجد نتاعهم هنا اللي تفتح لهم الامكانيات حتى في التشغيل. سبق وان دوله النيجر الشقيقه هي اللي طلبت باش تسترجع المواطنين تاعها وساعدناها في ذاك الشيء. حنا نحاول ننظم العلاقات نتاعنا مهما كان الحال، لن نسمح لأي أحد، جمعية كانت أو مواطن، أنه يلطخ السمعة تاع الجزائر على أساس الجزائر الإفريقية راها تضطهد الأفارقة. راه هادشي اللي فعلا طرا، راه رحل الأفارقة وجرى عليهم وبزاف ديال الأمور وكيحاول يقلب الحقائق. ما شفتيش يعني قالك ما نسمحوش حنا للجمعيات باش يلطخوا الصورة ديالنا مع الأفارقة، وفعلا راه خدموا العنصرية هاد الهوكيين مع الأفارقة. ودابا شنو كيحاولوا يديروا؟ كيحاولوا يديروا أنهم داك الصوره يلصقوها لينا حنا. شنو كتقول السي محمد؟ انتم غتشوفوا هذا الجواب على هذا السؤال هذا. اول حاجه كاين ايادي خفيه كتكون مور هذه الحملات هذو، كيف قلت لكم حملات ممنهجه.
هانتوما باج هادي باج باج شنو كاتبين فيها؟ شنو العنوان ديال هاد الباج هذا ولا جروب ولا مغاربة ضد تجنيس وتوطين الأفارقة جنوب الصحراء في المغرب؟ زيدوا قراو. شوف هذه مغاربة ضد التجنيس، يعني هذه يعني راه هاد العنوان يعني عدواني في حد ذاته. واجي تشوف المحتوى ديال البوست اللي حاطين، تضامننا المطلق والله مشروط مع إخواننا الأفارقة جنوب الصحراء في الحملة التي يتعرضون لها من طرف البرابرة العربيش والتي أطلقها اليمين القومي المغربي. هذا التيار الذي يعادي كل ما هو أمازيغي أنتم محقون، يجب العربيش المستعربة وكل من يدعي العروبة من شمال إفريقيا. إفريقيا للأفارقة إلا من يدعى أجنبيته. شوفوا التناقض، بوست كيهضر على التضامن، تضامننا المطلق، وفي العنوان ديال الجروب مغاربه ضد تجنيس وتوطين الافارقه. نشوفوا السكرين شوت اللي موراها اللي جبت لكم. انتم اخوتي ها مغاربه ضد توطين افارقه جنوب الصحراء، شوفوا سو جروب اي سيتوي ا الجي. هاد الدليل غادي تلاحظوا في هاد اليومين هادو اللي داز كثروا الباجاس ولي جروب كيف قلت لكم حملات ممنهجه عند الهوكيين باش يوسخوا الصوره ديال المغاربه. هاي باج اخرى ولا جروب، هذا جروب مغاربه مع ترحيل الفوري لمهاجرين جنوب الصحراء العناء. شوف 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 كيفاش كيبغيو يوسخوا الصوره. وللاسف يا دوله طابوريستان ايها الهوكيستانيين، ها هاد الدليل اكبر دليل، ها الافارقه وها العلاقه ديالنا بيننا وبين الافارقه واللي التعامل اللي درناه والمكانه اللي حطينا فيها الافارقه والخير الله سبحانه وتعالى، ثم يعني كيفاش التعامل ديال الخير اللي شافوه منا راه ما شافوش منه حتى الربع منكم نتوما. درتوا لهم الترحيل وجريتوا عليهم وهادي وهادي، ومن ناضوا لكم الجمعيات وورقوكم بلي نتوما عندكم العنصريه وداك الشيء، ها هو ناض عمكم تيد ديالكم كيدافع وكيقول لا احنا ما نسمحوش يلطخوا لنا الصوره ديالنا. الله يهديك اسميسك، الله يهديك. نشوفوا التصويره الاخرى، ها انتوا هاد الدليل، ها ملكنا الحبيب الله يشافيه وينصرو، ها العلاقه ديالنا بيننا وبين الافارقه. الصور ها انتوما الواقع كيتحدث بوحدو كيهضر بوحدو. وتفرقعوا وهذا للخر على انها حملات ممنهجه. هذا الكومونتير هذا انتما بلا المهم مزيان كيبان لي مضبب شويه ما باينش، ولكن من الاحسن غنحاول انني في المونتاج ما نبينوش. المهم مع كومونتير ما ماشي في المستوى، يعني سيروا لبلادكم راه استعمرتونا. يعني دابا هذاك على اساس انه كومونتير ديال مغربي، هو راه تلقاه ماشي مغربي، راكم عارفين شكون. ومونطين هاد الفيديو دايرين قريب غادي نوليو حنا مهاجرين في بلادنا. شوفوا الفيديو، هادي افريقيا لابسه التوني ديال المغرب، وشوفوا شنو كتقول. خويا المغرب ديالنا كلنا، باش انت تصيفطني البلاد ميمكنش. الله الوطن الملك، المغرب ديالنا كلنا وعاشر الملك. ها سمعتي؟ الله الوطن. المهم بعدا قالتها الله الوطن الملك. ها انتوما اسمعوا، ميمكنش الله الوطن الملك، المغرب ديالنا كلنا وعاش الملك. وعاش الملك، غتموت بالسم وغنبقى معاك في المغرب. عاجبك الحال اخويا مرحبا بك عندنا في المغرب، ما عاجبكش الحال في المغرب خروج من المغرب. وشد السلك رغولي شد، اجيو تشوفوا الصوره اللي كيبغيو يحطونا فيها الهوكيستانيين. صحيح انا عمري باش ندير لوكال فين نسكن ولادي، نبوندوني على قبل هادو خويا. اما دام هاد الناس تحداو السلطات يقدروا يديروا اي حاجه. جدل في المغرب حول، شوف باش نكونوا واقعيين وما تقولوش انني يعني ما كنهضرش في المنطق، راه هذه ازمه دايزه ماشي غير في المغرب، راه في الجزائر وفي تونس، لدرجة الجزائر وصل بها الخبث انها يعني الافارقه كتجري عليهم لمن باش كتدفعهم ليدخلوا لتونس. داك التونسيين راه عاقوا بهم. انا جايكم وغتشوفوا الدليل في الفيديو، ولكن باش يجي الاعلام الطابوريستاني يجي ويبغي يحط واحد الصوره مغايره ويفبرك شي مشاهد، حيت كاين شي مشاهد كاين في المغرب وشي مشاهد مفبركه ديال العنف، كيمشي كيجيبوا شي حوايج كيرجعوا كيقول لك هو شوف المخزن شنو كيدير في الافارقه، شوف العنصريه. انتم كلشي غادي يقولوا هذا الفيديو هذا، وغتشوفوا الخبث ديال الهوكيين كيفاش كيبغوا يضيعوا لنا صورتنا. مهاجري افريقيا انتم جدل في المغرب حول مهاجري افريقيا جنوب الصحراء ودعوات لطردهم، حمله مناهضه لتواجدهم بالمغرب
ودعوات لترحيلهم إلى بلدانهم في قضية جددت الجدل حول موضوع التمييز العنصري بعد انتشار فيديوهات لتضاعف أعدادهم وتشكلهم في تجمعات كبيرة وسط الأحياء، وعقب سلسلة أعمال شغب نفذها عدد منهم. هناك من يدعو إلى ترحيلهم لتفادي الفوضى المحتملة التي يمكن أن ينجم عنها وجودهم غير القانوني. المخزن يتعامل معهم بعنصرية دون سياسة رشيدة عكس السياسة الحكيمة للدولة الجزائرية. شفتوا كيفاش كيبغيو يوسخوا الصورة ديالنا وكيبغيو يزينوا الصورة ديالهم وكيخبعوا على أنهم هما اللي رحلوهم وجروا عليهم لبلادهم. المخزن الذي لم يعد قادرا على حراسة حدوده من اللاجئين الذين يهددونه في عقر داره. عرفتي سبحان الله باش تلقى عرفتي قنوات يعني رسمية ديال الزريبة اللي كيسميو راسهم دولة وكيضربوا تمارة باش يفبركوا واحد الفيديو ويوهموا الشعب ديالهم بلي هادشي شو الواقع فين عايشين فيه المغرب وشو شنو طاري والاساس ما هادشي كامل والاحداث اللي طارية مؤخرا. يعني كل شيء راكم عارفين تبون فاش عطى مليون دولار الأفارقة بغى يدير بلاصو وبغى يوسخ الصورة ديالنا حنايا مع الأفارقة. باش قلت لكم هذه حملات ممنهجة لا من الإعلام ولا من كل شيء، وهكاك هيهات وهيهات راه ما توصخوا لا صورة المغرب لا ما توصلوا لتا شي حاجة. الدليل راه قدام عينيكم والأفارقة فمهم كيشهدوها وراكم شفتوا شنو قالت ديك السيدة قبيلة. يريد أن يقحم نفسه دائما فيما هو أكبر منها. شفتوا المعنى؟ يريد أن يقحم نفسه فيما أكبر منه. وبينوا إفريقيا زعما في معاملات ديال المغرب شو الحسد والغيرة ديالهم على أن المغرب دار معاملات واستثمارات في إفريقيا. يبحث عن مصالحه لصالح جهات أجنبية دون الشعور بشعبه المقهور الذي يطالب بأدنى حقوقه. المواطنون خائفون حيث أصبح وجود المهاجرين يقلقهم ولافتا للانتباه في الشوارع والمدن المغربية. انخرط بعضهم في سوق العمل وأصبحوا يعملون في المقاهي والمطاعم وورشات البناء والزراعة والتنظيف، واليوم ينظمون مسيرات ويحتجون داخل المغرب. المخزن صار محاصرا بين غلاء المعيشة واحتجاجات شعبه، الديون المتراكمة عليه والهجرة إلى بلاده، الصفعات الدبلوماسية الواحدة تلو الأخرى. داكشي اللي عايشينو الكرغوليين في بلادهم في الزريبة ديالهم كينسبوه لنا حنا. الصراعات الداخلية بين الأسرة الملكية الحاكمة وملك مريض عاجز. اللهم اجعل كيدكم في نحركم يا زريبة الكالاخستان. سنغالي في تونس حصلاتو مولاس الدار في واحد الحديقة كيصيد قطة. un peu de sou tu es doux Sénégal tu fais quoi ici travaille ici dans ce jardin tu fais quoi alors tu passes directement sinon j'appelle la police tu crois tu comprends qu'est-ce que je t'ai dit une autre fois tu viens pas ici il y a les chats ici d'accord on a le caméra de surveillance jamais tu viens une autre fois dans ce quartier d'accord allez partir allez allez لا لا جاي جالس في قطوس هذا شنقصني لي تاو هاكا هو هاكا هو دخلونا لي زافريكان زيد نقولوا راسيست وزيد نقولوا ما فهمتش شنو نقولوا لهم سكان افريقيا شنو نقول يعني لي جماعه السنغال وجماعه استغفر الله العلي العظيم مخي قفني تاو سكدوا في قذارو كما اللي شديناه المره اللي فاتت بالضبط جاي سرق تابس يعني ها الدنيا صايي لليل وجاني لهنا شي يعمل لهنا شي يعمل لهنا ساس والله استنوا مزالكم زيدوا دخلوهم لزافريكان زيدوا دخلوهم والله اللي مش يقول لي نو سون توز لزافريك نوار ودزافريك دو سود وكلور هذيك بربي اعطوني شنو نسميهم لكم اعطيني اسم لهم اعطيني ما نعرفش شنو نسميوهم المرتزقه نتاع جماعه افريقيا شنو تتسمى اللي هاجين هادين علينا هجوج ومجوج هنا ناقصين احنا ناقصين اللي مش واجعوا يهزوا من دارهم مش عايشين في دارو ذاك يدخلوا لدارو
هذاك عادي تو شد براكيلك واحد شد فرخه صغيره شد اللي شد عادي عنده نورمال. لا ماء لا زيت لا حليب لا هم على ريوسنا زيدوا كملوا علينا لي زافريكا الاف داخل لهنا الاف الاف مش قاعدين ياكلوا في المواد المدعمه المنتجات المدعمه مش ياكلوا فيها هما. اخويا عجبك تلبي ما عجبكش بلادي يقبل كل شيء الشعب يقبل. تونس دخلهم الزيت خايفين كيف ما قالت يعني ما مكافينش هما حتى في المعيشه ديالهم يعني عادي يزيد البراني. يا ودي يا اختي راه الهوكيين كيجريو عليهم وكيصيفطوهم لعندكم كيقولوا لهم دوزوا عند الجيران اما حنا راه ما يقدوش الجيران. علاش الافارقه جو لبلادنا؟ ما ثمش اللي قال لك كيفاش الافارقه وصلوا لبلادنا. هاني باش نحكي لك القصه كامله فافهمني مليح. الافارقه قاعدين يتعدوا من بوركينا فاسو مالي ثم مرورا بالجزائر، فيهم لياخذ وجهه الشرق الى تونس، وفيهم لياخذ وجهه الغرب الى المغرب، وفيهم ليقعد في الجزائر. باهي بوركينا فاسو ومالي هذوما كانت محتلتهم فرنسا، قاموا بطرد القوات الفرنسيه وجابوا في بلاصتها روسيه، يعني بصوره اخرى خرجوا من بيت الطاعه الفرنسي ودخلوا لبيت الطاعه الروسي. روسيا كما تعرفوا عندها حرب في اوكرانيا، اوروبا تحارب فيها وامريكا تحارب فيها، يدعموا في الجيش الاوكراني ودايرين عليها عقوبات. يعني روسيا حابه تضغط على اوروبا فرقه المهاجرين، قالت لك نعبي المهاجرين نصفوا فيهم في الشمال. في النهايه الدول هذه تونس والمغرب والجزائر بيحلوا البحر وبيخلوهم يتعدوا لاوروبا، لان باش يكثر عليهم الضغط اللي ما ينجموش يستوعبوه. وكلهم يقول لك علاش الافارقه جو. وراه فعلا الاخوان هذه القضيه رافري نفس الورقه ديالنا مع اسبانيا. عقلتوا على الوقيته فاش كان وقع ذاك الازمه وصافي احنا ما بقيناش مسوقين كاع لذاك الحدود ديال سبسا وداك الشيء، كلشي تكب عليهم تما عرفتي راه وقعت ازمه عند اسبانيا. وكذلك ومثال يعني الافارقه دابا في دول ديال شمال افريقيا هذا الشيء اللي طاري دابا روسيا كذا. المهم دوروا نتوما السيناريو مع راسكم وغتفهموا مزيان. دوزوا الفيديو اللي موراه. كتعطي تحذير لكاع الشعوب المغاربيه المغرب الهوكيستانيين توانسا افريقيا يجب ان ترجع سوداء من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب كما قالها ماركوس غارفي. راه كاين بعض العناصر راه مواصينهم مزيان، ماشي شو قلت لكم حملات ممنهجه عارفين شنو كيقولوا. وندعو الشعوب الافريقيه السود للهجره للشمال بكل بساطه. شدوا رحالهم الى تونس آملين فيها العمل والاستقرار. تلقوا وعودا تبددت مع اول محط قدم لهم. لم يكن العبور الى اوروبا هدف هؤلاء القادمين من افريقيا جنوب الصحراء الكبرى الى تونس، لقد خدعوا واعطوا وعودا كبيره لايجاد العمل فيها، لم يخبروا بالحقيقه، بعضهم صفى اعماله المستقره في بلاده وصدم بالواقع هنا. بدايه اش قلت لكم راه مؤامره، ايادي خفيه لعبت لعبتها. برأيك من خدع هؤلاء المهاجرين؟ من أوهمهم بأن حياتهم ستكون أفضل مما هي عليه الحال في بلدانهم الأم؟ اهلا وسهلا فيكم وشكرا للاستضافة. اللي خدعهم هما الانسان اللي استقطبهم خاطر هو يربح منهم الكثير والكثير من الاموال. واللي خدعهم زادة هو الانسان اللي استقبلهم. الخدعة معناتها متقاسمة بين الزوز، بين البايع والمشتري. من هو البائع ومن هو المشتري؟ راك تلمح له وما باغيش تقول. هناك تجارة بالأشخاص واضحة جدا. والبائع والمشتري ينجم شطروا في تونس واشتر الآخر في البلاد اللي يستقبلوا منها. نعم، ولكن أقصد عن طريق مكاتب معينة، عن طريق يعني تهريب عبر الحدود. كيف يعني، هل لديكم فكرة واضحة عن هذا الموضوع؟ هي المكاتب وهمية
أما يبدو أنه فما ناس تخصت في اقتتاب أخواننا من جنوب الصحراء إلى تونس وإلى بقية العالم. تونس بالنسبة لهم منطقة عبور، أما تفاجأنا أنه فما ناس توا يحبوا يقعدوا في تونس ويحبوا يعيشوا في تونس. كيفاش نتعاملوا مع الناس هذم اللي يحبوا يقعدوا ويعيشوا في تونس؟ هناك إرادة سياسية ماهيش موجودة أنها تتطرق للموضوع هذا، وهذا اللي يخلي البايع والمشتري يتمتعون بقوة خارقة للعادة أنهم يستقطبوا ويستقطبوا حتى اليوم وغدا. وراء الحاجة اللي خص تزيد تستوعبها الإخوان هي أن الأفارقة راك يدوزوا على الجزائر طريقهم، كيدوزوا خط، كاين خط مسوا كيجيو كيدوزوا من الجنوب، كيجيو طالعين كيدوزوا على الجزائر، كيدخلوا الجزائر. الجزائر شنو كدير؟ دوز عند الجيران، دوز لتونس. الأزمة اللي وقع في تونس يعني بهذا الدوغري هذا راه بسبب طابوريسان، هما كيصيفطوهم كيجيو وكيصدروهم، دوز كيجريو عليهم يدخلوا عند تونس. شوف سبحان الله، شوف سبحان الله على كاركتر عندهم، الخبث والقبحة في كل شيء، في أي حاجة في تعاملهم سبحان الله أنانيين، كيبغيو ينفعوا ريوسهم ويضروا الآخر. اللهم اجعل كيداكم في نحريكم، شي اللي ندعيو. انت تونسي، انت افريقي، انت جزائري، انت افريقي. مقطع متداول من الحدود وقلق كبير بالمغرب، زحف رهيب للاجئين أفارقة جنوب الصحراء على تونس والمغرب مطالبين باسترجاع أراضيهم من البلدين. شوف الإعلام الجزائري لا غين ريوسهم، وما كيهضروش على ريوسهم وما ما كاينينش حسب زعمهم، لأنهم هم السكان الأصليين لشمال إفريقيا. يا سيدي هذوما الأفارقة شعاملين في الحومة. شنو بالكم الاخوان في هذه الحريره هذه؟ شنو كتقولوا؟ خليوا الاراء ديالكم تحت التعليقات ونتناقشوا بيناتنا اكثر باش غادي تزيد توضح الامور. اولانا اخوتي العزاز، كنكون وصلنا للسالي ديال هذا الفيديو هذا. نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه هذه، الا عجبتكم كيف العاده خلي معك واحد اللايك، شارك معنا لكم شي جديد وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. تهلاو.